نرحب بكم من جديد مشاهدينا. أدانت رابطة أمهات المختطفين اليوم الخميس الصمت المجتمعي وصمت المنظمات الحقوقية تجاه قضية تعذيب أبناء المختطفين طبعا والمخفيين قسرا في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح المسلحة، وذلك في وقفة احتجاجية أمام سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء. وقالت الأمهات في بيان لها أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح المسلحة لا زالت تختطف العشرات من أبنائها بشكل يومي منذ ما يقارب العامين دون أي مسوغ قانوني، وأكدت أن الأمر يزداد سوءا لأنهم يتعرضون للتعذيب كما ذكرنا بشكل يومي، وأدى طبعا إلى مقتل 72 منهم داخل سجون الحوثي في آخر إحصائية لمنظمات حقوقية. حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر السكايب دكتور الحميدي توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام الحقوقية. نرحب بك أستاذ توفيق. الصوت لا يصل، هل تسمعني؟ الصوت أستاذ توفيق؟ لا أدري، يعني لو الأخوة في الكنترول يحلون مسألة الصوت. أستاذ توفيق تسمعني جيدا؟ الآن نعم أسمع. نعم نرحب بك في حديث المساء. يعني اليوم قرأنا هذه الإدانة من رابطة أمهات المختطفين، واليوم طبعا يعني أدانوا هذا الصمت المجتمعي والعالمي إن صح التعبير لقضية المخفيين قسرا وأيضا المختطفين من قبل الميليشيا. حضرتك طبعا اليوم في البيان أعلنوا أن قتل من هؤلاء المختطفين 70 شخصا في السجون، كيف ترى هذا الرقم؟ الرقم انا اعتقد، بسم الله الرحمن الرحيم، اعتقد ان قضية المخفيين قسرا وقضية التعذيب داخل السجون والتعذيب حتى الموت هذه قضايا متلازمة، وتم طرحها منذ بداية الانقلاب في 21 سبتمبر 2014. بسقوط هذه الدولة انحدرت الانتهاكات الحقوقية أو العمل اليمن الحقوقي بشكل كبير، وكانت قضايا الاختطافات، قضايا التعذيب، قضايا الإخفاء القسري أهم الملفات بل وأضخمها وأكبرها على الإطلاق حتى اليوم. أنا أعتقد 70 ربما هذا العدد أقل من العدد الحقيقي. نعم. داخل السجون. قضية التعذيب أختي الكريمة وقضية الإخفاء القسري هي ليست جريمة متعلقة بشخص، وإنما هي قضية مركبة وقضية مجتمعية مع بعض. أولا لأن هذه الجريمة يتم من خلالها الاعتقال بدون أي مسوغ قانوني أو احترام لحقوق الإنسان، وهذه في حد ذاته انتهاك الأول. الانتهاك الثاني عندما يوضع هذا السجين في سجن ربما معلن أو غير معروف ويكون في حالة إخفاء قسري، أو في سجن معروف لا تتوفر فيه كافة الشروط ويكون بعيد عن سلطة عن القضاء ولم توجه له أي تهمة، تكون هذه مجموعة من التهمات من الانتهاكات المركبة، إضافة إلى أن التعذيب في حد ذاته جريمة في حد ذاتها. وأعتقد أن المواثيق الدولية منذ البدايات الأولى بل منذ اتفاقية جنيف سواء 23 إلى غير ذلك أو العادة الدولية أو إلى غير ذلك أو اتفاقية ميثاق روما أو عام 1984 اتفاقية خاصة بتحريم التعذيب، هذه كلها مجموعة مركبة بالشخص نفسه، إضافة إلى أن هذا الانتهاك يطال ذوي الضحايا عندما يجعلهم يعيشون في حالة قلق نفسي، يفقدهم عائلهم الذي يمكن أن يكدح ويوفر لهم لقمة العيش الكريمة، يجعلهم في حالة قلق. فأعتقد أن هذا العدد يعني أقل من العدد الذي تصده المنظمات، وهنالك كثير من الأمهات وكثير من الأهالي الضحايا إلى حد الآن لا يستطيعون حتى الإبلاغ عن حالة الانتهاكات التي يتعرض لها أهاليهم السجون، خوفا على أنفسهم وخوفا أن تطالهم كثير من الضغوطات التي تمارسها هذه الميليشيات عليهم حتى هذه اللحظة. طيب هذا صحيح يعني. طيب أستاذ توفيق، يعني اليوم حتى الأمهات أدانوا صمت المنظمات وأيضا الناشطين يعني حول هذا الموضوع، يعني لماذا هذا الصمت المطبق؟ ولماذا أيضا لا يوجد هناك يعني حتى في الخارج يعني حقوقيين أو حتى ناشطين ينشطوا بهذا الموضوع بحيث أنه يحرك الموضوع ويكون أيضا له صدى بحيث أنه يكون هناك ضغط على الميليشيا ليعني إطلاق سراح المختطفين هؤلاء؟
لا، أنا أعتقد أن بالنسبة للناشطين الحقوقيين هنالك جهد مبذول يجب أن لا نقلل فيه، سواء كانوا ناشطين على مستوى الداخل أو الناشطين على مستوى الخارج. ربما يكون هنالك صمت من قبل بعض المنظمات الدولية والأممية، هذا أمر آخر. أنا أعتقد أن قضايا الانتهاكات خاصة المتعلقة بالتعذيب والإخفاء القسري، صدر في مجموعة من التقارير، أصدر المركز الأورو متوسطي تقريرا متكاملا في هذا الأمر العام الماضي، ونحن كمنظمة أصدرنا مجموعة من التقارير خاصة في قضايا التعذيب والتعذيب حتى الموت، منها عدل الزوعري، منها الأليبي إلى غير ذلك. هذا الملف تم وضعه في انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف عدة مرات على المقررين الخواص، سواء كانوا المقررين الخواص بالتعذيب او كانوا المقررين الخواص بالاخفاء القسري. نعم، نحن نعترف ان هنالك قصور، ونعترف ايضا ان هنالك اشكاليه اجرائيه متعلقه بعمل المقررين الخواص، لان هؤلاء المقررين وفق نظامهم الداخلي لا يمكن ان يخاطبوا الا الحكومات الشرعيه القائمه بحاله الانتهاك. نحن في اليمن لا توجد سلطه شرعيه، توجد سلطه امر واقع، وبالتالي هؤلاء المقررين الخواص يرفضون مخاطبتها، لأنهم لا يعتبرونها حكومة معترف فيها في الأمم المتحدة وليس حكم المخاطبة. أنا أعتقد أن هذا الملف يحتاج لمزيد من الجهد، يجب أن يتخذ فيه قرار سياسي واضح ويصبح هو المدخل الحقيقي لأي عملية تفاوضية سياسية أو حل للمستقبل. بدون هذا الأمر أعتقد أن هذا الملف سيظل مغيب. اليوم يعني الحكومة كما ذكرت الشرعية يحتاج إلى جهد حكومي، يعني هل الحكومة أيضا يعني مهتمة بهذا الجانب، بحيث كما ذكرت يكون هو أيضا ضغط من هذا الجانب الحكومة، يعني كيف تقيمها؟ أنا أعتقد أن السؤال يوجه للحكومة، لكن الأمر بشكل عام في قصور، في قصور في الجانب الحكومي بشكل واضح في التعريف بهذا الملف على حقيقته، بتوثيقه والتوثيق الصحيح، بملاحقة المرتكبين الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات. كما أيضا هنالك إشكالية، أنه هنالك مخفيين قسرا ومعذبين في سجون الحكومة نفسها. اليوم في عدن هنالك داخل حضرموت أيضا في انتهاكات متعلقة بالمخفيين قسرا وبالتعذيب حتى الموت. أمس نحن في منظمة سام أصدرنا بيانا واضحا في عملية اعتقال وإخفاء الناشط علي الباقة طيار من داخل حضرموت، هذا كان قد اعتقل سابقا واليوم يعيد اعتقاله من جديد. ايضا الناشط في الثوره الشبابيه محمد عوض بارحمه تم اختطافه وتعذيبه من قبل النخبه الحضرميه، ثم بعد يومين ارسل الى اهله لياخذوا جثه من داخل المكلا. الحكومه الشرعيه امامها امرين اثنين، يجب ان ترتقي الى مستوى العمل الحقوقي في المناطق المحررة وتطلق كافة المعتقلين في السجون الذين ليس لديهم أي تهمة أو أي صلة. هنالك أختي الكريمة مخفيين هم أشهر طويلة. أيضا تحول هذا الملف إلى سياسي بامتياز، لا يمكن أن تفاوض هذه الميليشيات. عندما يأتي لها ولد الشيخ، عندما يأتي لها المبعوث الأوروبي، عندما يأتي لها جونكيري، يجب أن يكون هذا الملف لا يغار أو لا يفارق وزير الخارجية اليمني ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. إذا أردتم أي حل سياسي نبدأ بهذا الملف، وبالتالي على الحكومة اليمنية الآن أصبح الملف أو الكرة في ملعب الحكومة اليمنية. الناشطين أختي الكريمة يقومون بجهد كبير. نحن الآن على وشك بداية عام جديد، وسوف نصدر بعد أيام بإذن الله تقرير يبين بشاعة الانتهاك الذي يجدوه هؤلاء داخل السجون. بإذن الله هنالك عدة تقارير، لكن الأمر الأخير بيد الحكومة، يجب أن يتحول. نعم ستوفيق. لا أدري هل أم أحمد معنا أو ستوفيق؟ نعم. هل ما زلت معنا؟ نعم. إذا تنضم معنا مشاهدينا أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، رحب بك سيدتي. حياكم الله. يعني اليوم قمتم بهذه الوقفة الاحتجاجية في صنعاء، يعني كالعادة كل أسبوع، يعني ما هي الرسالة التي يعني أردتن توصيلها من خلال هذه الوقفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا أمهات وأخوات وزوجات لهؤلاء الناس المغيبين والمعذبين في هذا الوطن، ليس من أجل شيء وإنما من أجل أنهم يناصروا قضية الوطن اللي هي مسألة الشرعية. نعم. فهؤلاء
عيالنا وأبنائنا المغيبين داخل السجون يعانون، ولذلك كل أسبوع نعمل هذه الوقفات ونشارك في هذه الوقفات بحيث نحن نوصل صوتنا وصوت هؤلاء الفئة المنسية المغيبة داخل السجون إلى العالم كله، ونصف على صوتنا انقذوا عيالنا، عيالنا يقتلوا، عيالنا يعذبوا داخل السجون حتى الموت، يخفون قسريا، تنتهك حرماتهم، تنتهك حياتهم، نعذب من أجل أبنائنا، نعاني من أجل أن نرى أو نشاهد أو نقابل أحد أبنائنا، وفي الأخير يخرجوا لنا بعض أبنائنا وقد قتلوهم من شدة التعذيب. نعم. وآثار التعذيب واضحة على أجسادهم، على أجسامهم. طب أم محمد، يعني أم أحمد عفوا، يعني كما ذكرت أنتم تقومون بهذه الوقفات الاحتجاجية كل أسبوع الاحتجاجية، هل هناك من لا أدري يعني تجاوب من قبل السلطات سواء أو اتصالات يعني منظمات حقوقية أو حتى من قبل الحكومة أو حتى من الميليشيا، هل هناك تجاوب؟ هل بتلاحظوا من أسبوع لأسبوع هناك تجاوب لقضيتكم؟ بالنسبة لنا أولا، بالنسبة للكوثيين اللي نعيش تحت وطأتهم هم الميليشيا صالح والحوثي، فنحن نعمل هذه الوقفات بشكل سريع جدا حتى لا يعتدوا علينا أو يتسببوا في الضرر بالنسبة لنا، فنعملها وقفات سريعة حتى نسمع صوتنا، وفي الأول والأخير لا نتضرر من سطوتهم، لأننا لو وقفنا في بشكل علني وكبير أو أعلننا عن هذه الوقفات فإننا نحارب ونضرب أمام العالم. ولذلك عندما جاء ولد الشيخ إلى صنعاء عملنا وقفة أمام مقر ولد الشيخ، وتم استهدافنا وضربنا في ذلك اليوم، ووصلنا رسالتنا نحن كأمهات و تحت اسم الرابطة، وصلنا صوتنا إلى جميع المنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان، وصلناها إلى مجلس حقوق الإنسان، وحمل الملف الدكتور عز الدين الأصبحي عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان. نعم. وطرح هذا الملف بقوة في مجلس حقوق الإنسان. ولكن يا أختي، إحنا نتعامل مع ميليشيا لا تعرف قانون ولا تعرف حقوق إنسان ولا تعرف من هذه القيم أي شيء، وإنما تعرف مبدأ القوة والظلم، وبوحشية تتعامل مع هؤلاء المساكين أبنائنا بحيث أنها تقهرنا وتقهر قلوبنا وتقهر أبنائنا بهذه الصورة المتوحشة. نعم. حتى نذل ونخضع، ونحن سنستمر في المطالبة بإخراج أبنائنا وأولادنا من هذه السجون، حتى لو عملت الميليشيا أو قامت بعمل أي عمل فنحن مستمرات ومناضلات حتى يخرج جميع أبنائنا المعتقلين من هذه السجون. نناشد أيضا الحكومة، وقد وصلت رابطة أمهات المختطفين وصلت رسالتها إلى الحكومة بحيث أنه تتدخل في حمل هذا الملف و تثيره في مسألة المفاوضات أو طرح أي تفاوض أو حوارات أو غيرها. نعم. فإنها لابد ما تحمل هذا الملف ويكون هذا الملف حاضر في هذه المفاوضات. نعم. وتعتبر قضية إنسانية بدرجة امتياز، لأنه هذه قلوبنا، قلوب أمهات المختطفين تعاني ونعاني من ذلك الألم الفظيع الذي يعاني من أبنائنا. نعم. بالأمس إحدى الأمهات في محافظة دمار عندما علمت أن ابنها اعتقل أصيبت سكتة قلبية وماتت، كم سينتظر العالم من موت أمهات المختطفين وحرقة قلبهن على أبنائهن وعلى فلذات أكبادهن؟ فلينظر العالم كله إلى ما تقوم به الميليشيات من تعذيب لأكبادنا وتعذيب لحياتنا الذي هم أبناءنا وعيالنا المغيبين في هذه السجون. نعم أم أحمد، تحية لكم، وإن شاء الله يعني نتمنى أن
يعني جميع المعتقلين والمختطفين تثق صراحهم هذه الميليشيا الإنقلابية الإرهابية. أنا أشكرك شكرا جزيلا وتحية نوجهها من خلالك أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين لكل الأمهات وكل من يعني قامت الميليشيا باختطافهم. شكرا جزيلا لك سيدتي. ومشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير، مع السلامة.